عضلات الروتيتور كاف او اللوح بتاع الكتف. العضلات دي لازم ان احنا نمرنها او لازم ان احنا نهتم بيها، لان هي اللي بتثبت لوح الكتف، فلوح الكتف اللي بيثبت مفصل الكتف. طيب الجزء دوت بيسموه ايه؟ بيسموه حزام الكتف، اللي هو اللوح بالايه بالمفصل بتاع الكتف، بيسموه حزام الكتف. ايه اهميه ان انا اتمرن الحته دي، او ايه اهميه ان انا امرن عضلات الروتيتور كاف او عضلات لوح الكتف عشان تساعدني على التثبيت؟ ان هي بتخش في تمارين كتير جدا. اي تمرين بيحرك الابر بادي او بيحرك الجزء العلوي من الجسم، عضلات لوح الكتف داخله فيه كعضلات مثبته. بل بالعكس كمان، الجديد ان في تمارين واغلب تمارين اللور بادي كمان عضلات لوح الكتف فيه بتخش كبرضه عضلات مثبته، وده ان شاء الله اللي هنعرفه دلوقتي. يعني مثلا عندك تمرين زي السكوات، في عضلات لوح الكتف او عضلات الاسكابيلا شغاله معاك كعضلات مثبته لكتفك او لايدك وانت ماسك البار ورا ظهرك. تفاصيل كتير هنعرفها عن عضلات لوح الكتف في هذا الفيديو، فمن غير كلام كتير، لو عايز تتجنب اصابه الكتف واصابه الروتيتور كاف ماسلز بالذات، فخليك معايا بعد الفاصل. اهلا بيك من تاني. ايه اهميه عضلات الروتيتور كاف ماسل؟ عضلات الروتيتور كاف ماسل هي العضلات المسؤوله عن تثبيت الاسكابيلا، الاسكابيلا اللي هي اللوح الكتف، اللي هي المنطقه اللي بتتحرك بتطلع وتخش ديت. طيب ليه انا لازم اهتم بيها؟ علشان انت عندك التدريبات الاساسيه الثانيه مش هتقدر انك تاديها بكفاءه كويسه الا لما يكون الاسكابيلا او عضلات الروتيتور كاف ماسل عضلات قويه عندك عشان تثبت لوح الكتف. هضرب لك مثال، اي تمرين في الابر بادي، عندك مثلا تمرين الشولدر بريس. تمرين الشولدر بريس انت بتزق الانتيريور ديلتويد او العضله الاماميه الداليه بتاعت الكتف الامامي، هي اللي واقع عليها الحمل الاكبر، او من الاخر الديلتويد او عضله الكتف كلها هي العضله الاجنست او العضله المحرك الاساسي لهذا التدريب. طيب عضلات بقى روتيتور كاف ماسل اللي ورا دي انت عايز ايه منها؟ انت عايز ان هي تثبت لك لوح الكتف، بحيث وانت طالع او نازل في الحركه بتاعتك مفصل الكتف بتاعك ما يتحركش يمين او شمال، او ما يبقاش حر ان هو الوزن لو تقل منك او جه لمين سنه او شمال سنه تلاقي عندك ان انت حصل لك خلل في التوازن وتلاقي الدمبل خد كتفك وراح بعيد. عندك مثلا تمرين زي تمرين البنش بريس، انا هنا بلعب على التشست ماسلز عندي او العضلات الصدر بتاعتي. انا بقى عايز ايه من الروتيتور كاف ماسل؟ عايز ان هي تثبت لي لوح الكتف، ولوح الكتف يثبت لي المفصل الكتف، لان المفصل اللي واقع عليه الحركه هو مفصل الكتف. عندك تمرين زي تمرين اللات بول داون، عندك تمرين زي تمرين السي تي تو او اللي انت بتبقى قاعد وبتلعب ظهر وانت قاعد، سواء بقى كان الجريب بتاعته كلوز او وايد. كده كده انا محتاج ان انا عضلات لوح الكتف عندي تثبت لي الاسكابيلا او عظمه لوح الكتف علشان تثبت لي المفصل اللي هو بيقع عليه الحمل او بيقع عليه الحركه، او هو نقطه التمركز او نقطه المحور اللي الحركه بتدور حواليه وهو مفصل الكتف. وعلشان كده بنلاقي اصابات كتيره جدا في مفصل الكتف واصابات غريبه. يعني مثلا الالبو او الكوع عندك ممكن يحصل فيه التهاب معروف خلاص، الظهر عندك ممكن يحصل فيه تمزق التهاب معروف وخلاص، لكن مفصل الكتف لما نيجي نتكلم عن الاصابات بتاعته بتلاقي عندك تمزقات، عندك التهابات، عندك التواء اوتار، عندك في التهاب في الوتر وفي التهاب في العظم، عندك بتلاقي مشاكل كتير حوالين المفصل دوت واصابات مفيش حد دخل جيم الا وتعرض لاصابه من الاصابات بتاعت الكتف. الاجابه باختصار هو ان انت محتاج انك تمرن اربع عضلات. اربع عضلات هظهرهم لك دلوقتي على الشاشه، هم العضلات بتوعت روتيتور كاف ماسلز او عضلات لوح الكتف، العضلات اللي انت محتاج تمرنها علشان تثبت لوح الكتف عندك. هتلاقي عندك اول عضله فوق اللي هي السوبرا سباينيتوس، العضله ديت بتشتغل معاك في تمارين الاب دكشن للكتف، او التمارين اللي فيها بتبعد دراعك عن المحور بتاع الجسم، تمام؟ يعني مثلا تمرين زي تمرين الرفرفه بيشتغل اول 15 درجه او اول حته منه بتشتغل معاك العضله ديت عضله اساسيه. لما تيجي تلعب تمرين زي تمارين الشراجز او تمارين الترابيس، لكن وانت ماسك حاجه واسعه زي مثلا بار، او ماسك اللي هو البار المربع دوت، او باعد ايديك، او بتتمرن ترابيس وانت قاعد في اول جزء من الحركه وانت قاعد كده مش بتطلع لفوق على طول، لا انت بتطلع وتخش لجوه، فالحته ديت اللي هو لفوق ولجوه هي العضله دي بتشتغل معاك في الجزء دوت من الحركه. اي تدريب فيه ابدكشن، في ان انا ببعد دراعي او ببعد كتفي او ببعد الجزء دوت كله كده عن جسمي، العضله دي بتشتغل معايا.
طيب تاني عضله محتاج اننا نمرنها، عندك العضلتين اللي بره واللي جوه على لوح الكتف، سابسكابيلاريس والانفرا سوبينيتوس. تمام، العضلتين دول هم على لوح الكتف او على العظمه من جوه ومن بره بيبطنوها. طيب هم دول بيشتغلوا ازاي؟ واحده بتشتغل معاك في الانترنال روتيشن وواحده بتشتغل معاك في الاكسترنال روتيشن. يعني محتاج ان انا ادخل التمرينين دول معايا، تمرين لبره ان انا بمسك الكيبلز مش دمبل، بمسك الكيبلز كده بتبقى البلي هنا او البكره هنا، بمسك الكيبلز كده وبعمل اكسترنال روتيشن، او العكس البلي الناحيه الثانيه البكره وبمسك الكيبلز وبعمل انترنال روتيشن. تمام، العضلتين دول كده انت شغلتهم معاك. واخر عضله معانا وهي التريس مينو، التريس مينو اللي هي الصغيره من التريس ميجر. التريس مينو بتشتغل معايا على طول في تمارين اللات بول داون او تمارين العقله، بتشتغل معايا في اي بول داون اي سحب من فوق لتحت هي بتشتغل معايا، بتشتغل معايا في ان هي تثبت الاسكابولا عشان ما تطلعش بره قوي، او يعني هي بتشتغل معاك في ان هي تطلع وتدخل، يعني هي وظيفتها ان هي تتحكم في طلوع الاسكابولا لبره، واي تمرين بول داون بتشتغل معاك العضله دي فيه. لازم تمرن الاربع عضلات دول يعني بصوره مش هقول لك يوم او يوم لا او الكلام ده كله، لا خالص، انت حاول تدخلهم في يوم الظهر اساسي، لان هي عضلات بتدي اصلا شكل جمالي لما كده، يعني تدي شكل جمالي في الظهر. هتقول لي يا عم دي عضلات داخليه، هقول لك انا فاهم الله ان هي عضلات داخليه، بس العضلات الداخليه لما بتقوى وتكبر بالاضافه الى ان هي هتثبت لوح الكتف عندك افضل، كمان هتزق معاك العضلات الخارجيه او العضلات الظاهره لبره، فهتدي معاك سكر او تخانه في الحته بتاعه الاسكابيلا عندك. تمام، طبعا بالاضافه زي ما قلنا لان الهدف الاساسي ان هي تثبت لوح الكتف عندك. طيب انا هدخلها في يوم الظهر، عندك اي يوم للابر بادي، يوم البنج ويوم الكتف بالذات لازم تمرنهم ولو مجموعتين لكل عضله كتمارين احماء، ونحاول ان احنا في العضلات اللي زي كده ما فيش حاجه اسمها اوزان وما فيش حاجه اسمها 10 عدات والكلام ده كله، انت بتحط وزن متوسط، مش هقول لك فوق المتوسط، لا حط يا سيدي وزن متوسط، وادي الحركه بصوره كامله فول رينج اوف موشن، ادي الحركه بصوره بطيئه، ادي الحركه في 15 عده وانت طالع، بحيث ان انت تنمي الماسكولار انديورنس سترينس، يعني تنمي قوه العضله التحمليه، العضله يبقى عندها قدره ان هي تتحمل الضغط لمده طويله علشان تثبت الكتف معاك وانت بتعمل اي تمرين من التدريبات، لو بتلعب مثلا دروب سيت او بتاع والمجموعه طولت معاك في الوقت يعني او في الديوريشن بتاعه طول معاك، فالعضله دي يبقى عندها القدره ان هي تثبت ويبقى عندها قوه تحمل تثبت الكتف لمده طويله او تثبت الاسكابولا بتاعتك لمده طويله. بس كده احنا في الفيديو هنكون عرفنا ليه مفصل الكتف اكتر مفصل بيتصاب. على فكره مفصل الكتف داخل في اكتر من 15 تمرين، يعني انت متخيل، انت متصور ان انت ممكن في يوم من الايام تعمل تدريباتك الكامله، تدريباتك كلها تكون داخل فيها مفصل الكتف، يعني انت كده كده بتحطه تحت لود كبير. وكمان مفصل الكتف مشكلته ان هو بيسموه مفصل بول اند سوكيت، يعني الكوره، المهم يعني ان هو مفصل بيلف 360 درجه، فالمفصل دوت يعني بيبقى فيه اوتار معديه جواه وحواليه وحاجات كده، ايه مش لطيف ان هي تتصاب، او مش هيبقى الطف حاجه لو حصل فيه التهاب او تمزق او اي حاجه من الحاجات دي. حاول تعمل وورمر او تسخن هذه العضلات في اي تمرين ابر بادي عندك، حاول ان انت تبقى فاهم كل واحده بتشتغل في ايه، بحيث ان انت لو حصلت لك اصابه او في مشكله عندك تعرف المشكله في انهي ناحيه بالظبط او في انهي عضله بالظبط، وتحاول تعمل لها احماء زياده شويه، تحاول تعمل لها نوع من انواع ان انت ترجعها للفانكشن بتاعتها او الوظيفه بتاعتها الاساسيه بان انت تشغل العضله في المسار بتاعها. تمام، بس كده اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، وما توفيقه الا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لو محتاجين فيديوهات تدريبات جوه الجيم عن العضلات ديت يا ريت تكتب لي في التعليقات، وان شاء الله هعمل الموضوع دوت. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، السلام عليكم.